أخاف المستمعين يعبون عارفوا شنو الرقية شنو نقرأ عليه. ممتاز. طبعا أنا أعطيكم هناك رقية عامة، رقية عامة تشمل المرض العضوي، مرض النفسي، مرض المس والسحر والعين وكلها تشمله، وهذه مختصرة طبقها على نفسك وعلى أهلك وعلى عيالك، ما لا داعي تروح حق أي شيخ. البقرة أول شيء الفاتحة. نعم. البقرة أول خمس آيات. نعم. آية الكرسي. نعم. آخر آيتين من البقرة أمن الرسول. نعم. القلاقل الأربع، قل يا أيها الكافرون، قل الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع الزيادة اللي زدناها اللي هي سورة القلم، آخر سوى أن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، في سورة القلم آخر آية. وعبد الله ما شاء الله هذه أتصور الكل حافظهم. وسهلة. سهلة. سهل. هذا من القرآن. ما له داعي نقرا شيء كثير. من السنه ادعيه كثيره، من اهمها اللي راح نطبقها دعاء اذهب الباس رب الناس، وراح ابين الطريقه الان شلون الطريقه. اذهب الباس رب الناس، هذا الدعاء، اعوذ بكلمات الله التامه ومن كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ثلاث مرات. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. تحطي اعيذك، تقول اعيذك، هذا حق هو، أو أعيذك، أو أعيذك على حسب ما رأي. ايه. نعم. ايه. بعدها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيني أو يشفيه سبع مرات. جميل. بعدها اللي هو بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله، أعوذ بالذات الله قدرتي من شر ما يتجد، هذه سبع مرات نقولها. إذن هي خمسة، أعيدها مرة ثانية، اللي هي أول شيء أذهب الباس رب الناس، أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان ومن كل عين لامة. كذلك عندنا اللي هو يا حي يا قيوم برحمتك أغث واصلح لشأنه كله ولا تكل نفسي طرفة عين بالثلاث مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالذات القدر، هذه خمس مرات. هذه تقرأها على ماء أو زيت. لما أقول لك أنا على ماء أو زيت في الرقية، الرقية أما تكون إلهية وأما تكون طبيعية. شو المقصود فيها الإلهية؟ يعني اللي وارد فيها من القرآن والسنة صحيحة. واضح. الطبيعية مثل العسل في شفاء، مثل حبة السوداء فيها نصوص، هذه مثل زيت الزيتون الدهن فإنه من شجرة مباركة، ما زمزم، ما عادي، تجمع بين الأثنين. يعني تقدر عليه بس تقرأ رقية بدون ماء وزيت، وتقدر تعطيه ماء وزيت والحالة، وممكن لا أنت تجمع بين الاثنين، تجيب الزيت الزيتون مثلا وتقرأ عليه.